وآخر فراجمنت عندي إياها عند 43. طيب 43 أول شي بخطر ببالي يعني في CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 أو whatever، يعني المهم إنه 3 كربونات مع 7 هيدروجينات. طيب أنا في عندي من هذا المنظر 2 اللي هم هذا الجزء وهذا الجزء، هاي أساس أقرر أنو فيهم اللي أعطتني البيك. هلأ هاي لو انها كانت هي اللي معطيتني البيك رح يكون منظرها البوزيتيف على هاي الجهة، واللي هو هذا عبارة عن برايمري كاربوكاتيون، بينما هاي تكون عبارة عن سكندري كاربوكاتيون، وهذا بيزيد احتمالية انها تكون هاي. وكمان شغلة مهمة انه انا لما حكيت عن الايثر حكيت انه هو ممكن يكسر بحيث انه يعطيني هذا الجزء هو البوزيتيف، يعني لما يكسر من عند الاو ممكن يعطيني هذا الجزء هو اللي يكون بوزيتيف. واللي صار بهاي الحالة هو هاد، انه هو انكسر من عند الاو زي الفرع الثالث انكسر من عند الاو، بالمرة بي 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 بالبيك هاي انكسر من هون، بينما بالبيك الرابع انكسر من هون، حيكون الناتج عندي هو هاد. ايش اللي اعطاني البيك اللي عند 43؟ هو هذا. ويعطيكم العافية.